فين تطلع الناس؟ فين تطلعوا الناس؟ بقى مكاين حتى واحد. مشارجي البيسي خليه. كنشوف السلام عليكم لي جون، سيلفو بلي صيفطوا لو ليان لصحابكم وداكشي باش نبداو دقه واحده. دونك باش ما نضيعوش بزاف ديال الوقت غادي نبدا، واللي ما قدرش يجي دابا دو توت فاصون راه غادي تونجيستغ حتى يشوفو من بعد. صافي، دونك
كيف ما شفنا في لا ديرنيير سيانس اللي درنا في سور زوم، كنا شفنا كيفاش تتوقع لنا لا ريبرودكسيون سيكسوييل، شفنا لا ميتوز، شفنا كيفاش تتوقع لنا ليكسبريسيون جينيك. دابا غادي نشوفو لو دوزيام شابيتر لي سميتو لا ترانسميسيون دو لانفورماسيون جينيتيك بار لا ريبرودكسيون سيكسوييل. هاد المره يعني سافا نيسيسيتي لا بريزونس دان مال اي دون فيميل. دونك غادي نبداوها باول حاجه اللي هي لا ميوز. الا بغينا نتفكروا لا ميتوز اللي درنا لا ديرنيير سيونس، شنو قلنا عليها؟ قلنا عليها بلا الي ايكواسيونيل، يعني كنطالقوا اون سيلول ا دوزين اي اون سو روتروف افيك دو سيلول كل وحده فيهم ا دوزين، يعني لو نومبر دو كروموزوم ديالنا ما تيتبدلش. داكشي علاش سميناها ايكواسيونيل. وشنو قلنا عليها عاوتاني؟ بلا ال سو في دون توت لي سيلول، dans toutes les cellules de l'organisme. Alors que d'abord, on va voir dans le cas de la méiose, elle est, la méiose, il y a واحد, la réplication qui est réductionnelle. Réductionnelle. Yani, elle fait réduire le nombre de chromosomes. Si on a deux N, on se retrouve avec 4 ديال les cellules, كل واحدة فيهم AN. Donc on réduit le nombre de chromosomes من 2N لN. شنو هو لو بوت ديالها؟ لو بوت ديالها هو فاش غادي يتلاقى لينا ان سبيرماتوزويد AN مع اوفول حتى هي AN، غيعطيو لينا ان نف اولا ان زيغوت كي هي A2N، هو اللي غيبقى تيدير لينا لو ملتيبليكاسيون، غيولي ان انديفيدو A2N chromosome بحال كيف ما كانوا لي بارون في لا سيتوياسيون انيسيال. دونك لا ميوز قلنا الي ريدكسيونيل، وفين تدار لينا؟ تدار لينا غير في لي سيلول جيرمينال، يعني في لي سبيرماتوزويد او لي زوفول عند لا فام، كدار لينا بور فورمي لي غاميت. سبيرماتوزويد وكدار عند لي زوفول، هادو هما لي غاميت، les gamètes mâles et les gamètes femelles. On réduit le nombre de chromosomes de telle sorte fâchette la caouline au moment de la fécondation. Tchalqaou un individu les réouli aoutani de nouveau à un chromosome. D'abord, il faut les étapes de la méiose. Donc, la méiose, j'nou fais ça. Bhel ha بحال لي زيتاب ديالها هما نفسهم بحال لاميتوز، يعني تنبداو بون بروفاز، تنتبعوها اون ميتافاز، تنتبعوها انافاز اي تيلوفاز، وتتكون فيها جوج ديال لي بارتي، يعني جوج ديال الانقسامات. المرحله الاولى كتكون لينا ريدكسيونيل، والمرحله الثانيه اللي حتى هي مكونه لينا من بروفاز ميتافاز انافاز تيلوفاز الي ايكواسيونيل. يعني في هذه المرحله غادي نشوفوا كيفاش لو نومبر ديال لو كروموزوم il se réduit من 2n لN. وفي هذه المرحله سي تون ميتوز عاديه، هذه ايغال اون ميتوز عاديه صافي. دونك فيك عندنا هاد لي دو بارتي، يعني غير خاصنا نسميو هاد الاولين بروفاز 1 ميتافاز 1 انافاز 1 تيلوفاز 1، وهادو بروفاز 2 ميتافاز 2 انافاز 2 تيلوفاز 2. دابا غادي اون فا سوبوزي كو حنايا انطلقنا من واحد لا سيلول اللي هي هي 2n ايغال 4، يعني الا بغيت نرسمها لكم هنايا هذيك لا سيلول ديالنا اللي هي ا2n ايغال 4 غتكون دايره بحال هكا. ها هي لا سيلول، ها لو كروموزوم ماتيرنيل، ها لومولوك ديالو باتيرنيل، ها لو كروموزوم لاخر ماتيرنيل، ها لومولوك ديالو باتيرنيل.
هادي اون سيلول ا2ان ايغال 4 1 2 3 4 قلنا علاش لي كروموزوم سون او اكس يعني علاش ايل سون دوبل حقاش لا سيلول تتوجد لينا راسها باش دير لينا واحد لا ملتيبليكاسيون باش دير لينا واحد باردون واحد ايل فا بارطاجي هذاك لو جينوم ديالها لدو سيلول بحال غدير لينا اون ميتوز دونك هادي اون سيلول انيسيال ما غاديش نرسم هادوك لي زيتاب الاخرين ديال كوندنساسيون ديال لي كروموزوم اباريسيون ديال لو فوزو ميتوتيك هادشي كامل سي اكزاكتومون لا ميم شوز بحال لا ميتوز عاديه اللي تنشوفو اللي مهم هو هادوك لي كروموزوم كيفاش غادي تورغانيزا وسط من لا سيلول دونك قلنا لا بروفاز 1 كيفاش يكونوا فيها لا سيلول دابا اهم مرحله فهادشي كامل هي لا ميتافاز 1 علاش لا سيلول ديالنا حنا عارفين في لا ميتافاز لي كروموزوم ديالنا سالين في او ميليو ديال لا سيلول فهاديك لا لين ايكواتوريال دابا شنو غادي يديروا لينا ها هي لا سيلول ها هو لو ميليو ديال سميتو ها هما هادوك لي فوزو ميتوتيك غيكونوا عندنا بيان سور وشنو غادي يطرا كل كوبل ديال لي كروموزوم يعني كل كروموزوم ولا كروموزوم اومولوك ديالو غادي هنايا راهم قربوا لبعضياتهم راه خاصو غيكونوا قرابين لبعضياتهم جاوا كل واحد وقف حدا اخوه وهنايا شنو غادي يديروا غيجي مثلا الزرق بحال هكا والزرق الاخر بحال هكا وغادي يوقف اون فاس ليه الاحمر يعني غادي يوقفوا لينا لي كروموزوم اون كوبل كل كروموزوم مع الهومولوك ديالو كل كروموزوم مع الهومولوك ديالو يعني هذا وهذا هما اللي تيخلقوا لنا دوزين يعني الا جينا دابا ودرنا لهم هكا لا سيباراسيون ما غتبقاش عندنا دوزين وهذا هو الهدف حقاش سيتون هادشي اللي تنسمي هاد لا ميوز اي لي ريدكسيونيل فهاد المرحله هادي شنو هما الخاصيات ديالها فهاد المرحله فين تيقدر يطرى لينا لو كروسين اوفر لو كروسين اوفر شنو هو يعني فهاد اللحظه هادي فين تيكونوا لي كروموزوم مع بعضياتهم واقفين حدا بعضياتهم il se peut ان شويه من الزرق يمشي في الاحمر وشويه من الاحمر يمشي في الزرق يعني فيو ك هاد لي كروموزوم ils sont homologues يقدر ان جين يمشي مع عند لو كروموزوم ماتيرنيل عند ان كروموزوم باتيرنيل وهادشي سافا كري واحد لا ديفيرسيتي دابا اصلا في هاد لي طاب هادي الا مثلا واحد لو تيب دو غاميت مشاو فيه بجوج حمرين ولو تيب الاخر مشاو فيه جوج زرقين هادي بروبابيليتي بروبابيليتي ثانيه هي واحد يمشي فيه احمر وزرق وواحد يمشي فيه احمر وزرق وهادشي مع الاعتبار اننا حنايا راه ماشي عندنا غير دوزين ايغال 4 راه عندنا دوزين ايغال 46 يعني تخيلوا معايا شحال من بروبابيليتي غادي تكون هاد فهاد لا ميتافاز 1 اون كري لا ديفيرسيتي يعني تيكون عندنا بزاف ديال لي تيب دو غاميت بزاف ديال لي بروبابيليتي كي فون روندر كل انديفيدو جينيتيكمون ديفيرون على ان انديفيدو اخر فهاد لا بارتي هادي لو في ديال انهم هكا تيتفرقوا يقدر يمشي هذا هنا هذا هنا ولا هذا هنا هذا هنا هذه هي اللي سميتها شنو سميتها لا ريكومبينيزون انتر كروموزوميك يعني يعني انتر لي كروموزوم كاين كروموزوم يمشي هنايا كروموزوم يمشي هنا كروموزوم يمشي هنا كروموزوم يمشي هنا وكاينه لا ريكومبينيزون انترا كروموزوميك هي هاد لو هي لو كروسين اوفر هي فاش ان جين تيمشي عند لو كروموزوم الثاني وان اوتر جين تيمشي عند لو كروموزوم الثاني صافي دونك فهاد لا سيتوياسيون هادي تيقدر يوقع لينا لو كروسين اوفر وفهاد لا ميتافاز 1 اوني اون طران دو كريي لا ديفيرسيتي هادي هي اهم مرحله دونك ملي سالاو هنايا هنايا غادي نلقاو راسنا قدام واحد لا سيلول دايره بحال هكا وحنايا اون فا سوبوزي فهاد لا سيتوياسيون بلا جوج الحمرين غيمشيو في سيلول جوج زرقين غيمشيو في سيلول ولكن ديما ديروا فراسكم راه يقدر ماشي هادشي اللي طري يقدر يتقلبوا يقدر بزاف الحوايج ليسانسييل هو ان هاد لا نوسيون ديال دوزين غادي تفك ما غيبقاش كل واحد مع الهومولوك ديالو وانما غادي يتفرقوا هذا تولي عندنا هاد دابا حنا عارفين في الانافاز كتوقع لينا لا ميغراسيون ديال لي كروموزوم يعني غيمشي لينا كروموزوم هنا مع الاخر في ان بول ديال لا سيلول لو دوزيام بول غيمشي فيه الاخر دو تيل سورت اننا في لا تيلوفاز اون فا سو ريتروفي افيك دو سيلول واحد في هادو بجوج وواحد في هادو بجوج يعني لا نوسيون ديال دوزين اللي كانت عندنا في الاول ما بقاتش ولاو عندنا لي سيلول ا ان كروموزوم هادي ولات ا ان وهادي ولات ا ان دابا هاد لي دو سيلول غادي نديرو ليهم اون ميتوز عاديه هادو اتخيلوهم هما هذيك لا ميتوز اللي تنديرو شحال هادي وغادي نحطوهم هنايا بجوج لا سيلول الاولى اي لا سيلول الثانيه لا سيلول الاولى
فيها دوك لي دو كروموزوم. لا سيلول الثانيه فيها لي دو كروموزوم. ميتافاز غادي يوقفوا لينا بيان سور في الوسط ديال لا سيلول, وهنايا لا ميم شوز. في الانافاز غتوقع لينا لا سيباراسيون, غيمشي كرومو غيمشي ان برين هنا, يعني غيمشي كروماتيد هنا كروماتيد هنا كروماتيد هنا كروماتيد هنا, هادو ils vont se séparer وكل واحد فيهم غيمشي لان بول دو لا سيلول. و لو روج حتى هو غطرى ليهم نفس الحاجه, غيمشي كروموزوم هنا كروماتيد هنا كروماتيد هنا كروماتيد هنا كروماتيد هنا, يعني هاد لا سيلول هادي غادي تعطي لينا جوج جوج ديال لي سيلول. هاد جوج هما هادو وهاد جوج هما هادو, وهاد لا سيلول هادي حتى هي لا ميم شوز. يعني هادي سي اون ميتو سامبل, حنا درناها اون دوبل, درناها في دو سيلول. حقاش هادوك لي سيلول هما اللي جاونا من هذيك من 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 لا بارتي الاولانيه اللي هي اي لي ريدكسيونيل. عاوتاني هنايا جوج وهنايا جوج, دونك الا شفنا حنايا انطلقنا من دوزين ايغال 4, واحد زوج ثلاثة أربعة وكل وحدين اون كوبل, ولقينا راسنا في الاخر افيك ان ايغال 2, يعني اون ريدوي لو نومبر دو كروموزوم وما بقاش عندنا دوزين ولات عندنا ان. داكشي علاش قلت لكم في الاول راه تنطلقوا من اون سيلول ا دوزين اي اون سو روتروف افيك 4 سيلول كل وحده ا ان ا ان. دونك هاد لي سيلول هادو يقدروا يكونوا دي سبيرماتوزويد ويقدروا يكونوا دي زوفول, باش لوغ دو لا رونكونتر ديالهم فاش يديروا لينا اون فيكونداسيون, يعني يديروا لينا ان كروازمون, تلقاو ان انديفيدو ا دوزين كروموزوم. دونك هادي هي لا ميوز وهادشي لاش تصلح. باسون مينتونون لي لوا ستاتيستيك. دونك لي لوا ستاتيستيك هما القوانين الاحصائيه ديالاش ديال انتقال الصفات الوراثيه. بغاو يعرفوا كيفاش هادوك الصفات اللي حنايا تنقراو كيفاش تيتوارثو من جينيراسيون لجينيراسيون وكيفاش كتوقع الانتقال ديالهم. دونك باش ندرسو هادشي غادي خاصنا نديطايو واحد 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 لي نوصيون اللي اولهم هو لا نوصيون ديال ابلويد وديال ديبلويد. هادي اللي كانت اون سيلول ادوزين اون دي كيلي ديبلويد, وهادي اون دي الي ابلويد. يعني لي غاميت سون ابلويد ولي سيلول فاش تكون عاديه راه الي ديبلويد. حنايا هادشي اللي غادي نقراو دابا غادي نقراو في لا سيتوياسيون اللي تيكون عندنا هذاك الشيء ديبلويد, يعني كائنات ادوزين كروموزوم وكيفاش كتوقع لينا لا فورماسيون ديال لي غاميت وكيفاش يوقع لنا لو كروازمون ايتترا. دونك شفنا دابا شنو هي ابلويد وشنو هي ديبلويد, غادي خاصنا نعرفو شنو هي شنو هي لا نوصيون ديال لو جينوتيب, شنو هي لا نوصيون ديال لو فينوتيب. فاش تنقولو لو فينوتيب يعني بالعربيه المظهر الخارجي, هو سكون فوا سكون فوا. حنايا باغ اكزومبل عندنا واحد لي شو المظهر الخارجي ديالهم هو انهم راهم غري, عندنا دوطخ شو المظهر الخارجي ديالهم هو انهم كحلين ايتترا, هذا كنسميوه لو فينوتيب. وفاش تنقولوا تنخدموا لي زيكسيرسيس لو فينوتيب تنديروه اونتر هاد لي كروشي هادو اونتر جوج من ديال المعقوفات وتنكتبوا وسط منهم لو فينوتيب. يعني مثلا شنو عطاو لينا, عطاو لينا دي زيو روج تنكتبوا دي زيو روج, عطاو لينا دي زيو بلو تنكتبوهم, اي حاجه عطاو لينا في لو فينوتيب تنكتبوها بحال هكا. لا نوصيون الثانيه هي لو جينوتيب. لو فينوتيب هو المظهر الخارجي سكون فوا, لو جينوتيب هو لو جين اللي عطى لينا هذاك لو فينوتيب. بحال قلتو هذاك لو فينوتيب هو المظهر الخارجي, لو جينوتيب هما المقادير اللي كاينين وسط من لا دي ان اللي عطاو لينا هذاك لو فينوتيب. والمظهر لو جينوتيب تنكتبوه دائما بحال هكا باعتبار ان هذا ان كروموزوم وهذا اللي فيه هو لو جين اللي حنايا كندرسو فيه, وهاد الشريطه اللي تنديرو هادي سميتها لو لوكوس. لوكوس شنو هو؟ هو لون بلاسمون ديال لو جين فوسط من لو كروموزوم, يعني هذاك لو جين بلاصتو تيكون كل جين شاد بلاصه في ان كروموزوم. دونك هكا كيفاش تنرسمو لو جينوتيب. هذاك لو جينوتيب تيقدر يكون ثلاثه الحوايج, عند ان انديفيدو بيان سور
ان انديفيدو ديبلويد، يعني ان انديفيدو عنده دوزين، هذه هي دوزين، هذا ان كروموزوم ماتيرنيل وهذا ان كروموزوم باتيرنيل، وبجوجهم فيهم لو ميم جين، وكل جين يقدر يكونوا لو ميم اليل، يقدر يكونوا دي زاليل ديفيرون. فاش يكون عندنا هذاك الشيء اللي عند لا ماما اللي جبناه من عند مامانا هو داك الشيء اللي جبناه من عند بابانا، مثلا هنايا بوتي تيم، هنايا بوتي تيم، فهاد لا سيتوياسيون هادي كنسميوها هوموزيغوت، كنقولوا هذاك الانديفيدو راه الي هوموزيغوت اولا دو راس بور. هومو يعني بحال هوموزيغوت، هادو عندهم بجوجهم بحال و دو راس بور يعني هو يراه من سلاله نقيه، يعني ما عنده حتى شي اليل اللي هو يجابو من شي بلاصه اخرى، عنده لي ميم اليل عنده في لي دو كروموزوم ديالو. فاش يكونوا عندنا مختلفين باغ اكزومبل غران تيم بيتي تيم، اشنو تنقولوا؟ تنقولوا راه في هاد لا سيتوياسيون الي هيتيروزيغوت، اولا تنقولوا هذاك الانديفيدو راه سي تان هيبريد. هيبريد شنو؟ يعني عنده جاه ان كروموزوم من لا مامون في شكل، وجا لو كروموزوم اولا لو جين من عند لو بابا في شكل اخر، وخلى هذاك الانديفيدو يكون هيتيروزيغوت، يعني هيبريد بالعربيه هي هجين. بحال فاش كنديروا الخوخ مثلا مع المشماش وتخرج لينا جو بونس شهديه، هذيك الشهديه هو واحد لو فخوي هجين، يعني واحد لو فخوي جانا من جوج ديال لي غاس، لا غاس ديال الخوخ ولا غاس ديال المشماش. صافي لا ثوازيام سيتوياسيون هي صراحه فاكولتاتيف ولكن خاصكم تعرفوها، هي فاش لو جين ديالنا تيكون لي اليكس، تيكون عندنا لو اكس هو هذا لو كروموزوم اكس فيه ان جين بو امبورت هذاك لو جين شنو اي جين بغى يكون هذاك لو جين نورمالمون في هذه الحاله، هذا مثلا لو كروموزوم 1 عند الام وهذا لو كروموزوم 1 عند الاب، وكندرسوا في جوج ديال لي زاليل، وهذا نفس الحاجه، يعني كل اليل مع المماثل ديالو يعني مع الهومولوج ديالو. في هذه الحاله فاش يكون عندنا لو جين الي ليا اليكس، والا كنا عند لي مال ما تيكونش عنده المماثل ديالو، حقاش لو مال عنده ايغريك، يعني عنده حاجه اخرى، يعني في لو كروموزوم الثاني ما عندوش كاع ان اكس اللي حنا غادي نشوفوا المماثل ديالو بحال هنايا، عنده ان ايغريك. وهذه الحاله هذه كنسميوها ايمي زيغوت، ايمي زيغوت يعني ما هوموزيغوت ما هيتيروزيغوت ولكن ايميزيغوت، حيتاش اصلا ما عندوش ان نوتخو اكس اللي فيه غادي نشوفوا واش هادوك بحال راهم هوموزيغوت واش ماشي بحال راهم هيتيروزيغوت. دابا غادي خاصنا نشوفوا عاوتاني لا نوسيون ديال لي جين لي او سيكس و لي جين كي نو سون با لي او سيكس. دابا عندنا عارفين باغ اكزومبل حنايا الانسان شحال عندنا من كروموزوم، عندنا 44 كروموزوم وعندنا جوج سيكسويل، غنتخيل بلي هادو هما لي كروموزوم 1 2 3 4 5 6 7 8 ايتترا حتى كنوصلوا لاخر لو كروموزوم اكس اكس او اكس ايغريك. اكس ايغريك الا كانت اكس اكس راها سي اون فيميل، كانت اكس ايغريك راها سي تا مال، هادي معروفه. الا لو جين ديالنا اولا لو كاركتر اللي حنايا تندرسو فيه باغ اكزومبل لا كولور دي زو ولا جو سي با اي حاجه، الا كان عندنا في ان جين سيكسويل وبالضبط في اكس، الا كان عندنا في اكس شنو تنقولوا في هذه اللحظه؟ تنقولوا راه ان جين لي او سيكس، اولا ان جين اوتوزومال باردون ان جين لي اليكس، حيتاش لو جين ديالنا كاين في اكس. اما الا كان لو جين اللي حنا تندرسو فيه في اي كروموزوم من هذوك لي كروموزوم الاخرين اللي بقاو، كنقولوا بلا راه سي ان جين اوتوزومال. صافي دونك هادي هي لا نوسيون اللي خاصكم حتى تعرفوها ديال لي او سيكس او مدام ما كيبانش بلوكي لي كومونتير، بلوكي لي كومونتير. داكوغ دونك غادي ندوزو دابا ملي فهمنا هاد لي نوسيون، غادي نشوفو دابا لي كخوازمون ديالنا فاش تنبغيو ندرسو فيهم، غادي نبداو ندرسو في كاب باغ كا.
غادي نشوفو لو برومي كا. اللي غادي نكونو تندرسو فيه لو مونو ايبريديزم، يعني تندرسو ايبريديزم يعني تندرسو ان سول كاركتير، ياك تندرسو في ان سول كاركتير. اول حاجه تنبداو بها شنو هي؟ هي لا اف زيرو. لا اف زيرو تنكتبوها بحال هكا او لا بي، هي لا جينيراسيون ديال لي بارون. وفي كاع التمارين تنبداو بلا اف زيرو دو راس بور. شنو هي دو راس بور؟ يعني اف زيرو هوموزيغوت. تنديرو سواء تنديرو المال ولا الفوميل، سواء على حسب لي زيكزيرسيس، اما تنكتبوهم اون في لا ديفيرونس اونتر مال اي فوميل سواء نو. باغ اكزومبل غادي نشوفو حنايا عندنا واحد لو كاركتير هنايا مثلا ديال لي زيو، هنايا واخا عند لا دروزوفيل روج، هنايا نوار، هذا هو لو كاركتير ديالنا. غادي خاصنا نجيو تحت منه، غادي خاصنا نكتبو لو جينوتيب، يعني لو جينوتيب كيفاش خاصو يكون، مع العلم ان هذا راه هاد الاف زيرو راه هو يا كائن دو راس بور، ان انديفيدو دو راس بور. غادي خاصنا وهو يا الى ادوزين، يعني غير خاصنا نكتبو ليه هاد لي دو، وخاصنا نديرو لو جين ديالنا. في هاد لا سيتوياسيون هادي حنا باقي ما شفناش ليكزارسيس، ما عندناش الحق نجيو نكتبو لو جينوتيب حتى كنشوفو شنو خرج لينا. علاش؟ حيت لو جينوتيب تيكون اون فونكسيون ديال لي ريزولطا. في هاد لا سيتوياسيون راه لو جينوتيب غيكون باين، ولكن في لا سيتوياسيون مثلا الا عندنا لي جين، الا عندنا مثلا دو جين وكنا تندرسو في هادوك لي دو جين، ولي جين عندنا حنايا ليي، يعني بجوجهم كاينين في لو ميم كروموزوم، وحنا جينا رسمناهم في الاول ودرنا لهم بحال هكا، يعني درنا لي جين سيباري، غيكون خطا. داكشي علاش لو جينوتيب ما تنقراوهش ما تنكتبوهش في الاول حتى تنخدموا ليكزيرسيس. ودابا فاش نديرو لهم لو كروازمون كتخرج لينا لا اف 1، هي اللي هي لا بروميير جينيراسيون، كتخرج لينا 100% هوموجين هذاك. ولو كاركتير اللي تيكون عندها هو لو كاركتير دومينون. اون فا سوبوزي حنا في هاد لا سيتوياسيون بلي لو كاركتير دومينون هو الروج، غيقولوا لينا في ليكزارسيس راه خرجت لينا لا اف 1 كلها مكونه من ديزانديفيدو عندهم لي زيو روج، ياك؟ دونك مزيانه غادي نعرفوا بلي لو ار غادي نكتبوه ماجيسكول حقاش الي دومينون، و لو نوار غادي نكتبوه مينيسكول حقاش الي ريسيسيف. يعني هذاك لو ار لا ليتر ماجيسكول ديما تنعطيوها لاليل دومينون، و المينيسكول تنعطيوها لاليل ريسيسيف. يعني هاد لو كروازمون هذا الا بغينا نفهموه منين جانا، غادي نديرو الجدول التالي. ها هو الانديفيدو الاول، لو تيب دو غاميت اللي غيقدر يعطينا هويا هوموزيغوت، غيعطينا ان سول تيب، عنده اصلا حاله وحده عندها ان، يعني غيعطينا واحد لي غاميت فيهم ان، ما كاينش شي لعيبه اخرى، يعني ان هي راه نفس الحاجه، وهذا حتى هو غيعطينا غير اغ. دونك هنا غادي نديرو غير اغ، وهنا غادي نديرو غير ان، غيخرجوا لينا هاد لي زانديفيدو عندهم اغ كبيره ان صغيره، ولكن لو كاركتير الي اغ. علاش لو كاركتير الي ار؟ حقاش ار هو لاليل دومينو، وكتخرج لينا لا اف 1 اللي هي هادي 100% هوموجين. كاع لي زانديفيدو ديالها عندهم لو كاركتير ديال واحد دي دو بارون، وكاع لي زانديفيدو ديالها تيخرجوا لنا ايتيروزيغوت، يعني مختلفي الاقتران، عندهم ار كبيره وعندهم ان صغيره. دونك هادي دائما سي ديبي ديال كاع لي زيكزارسيس يكون بحال هكا، ياك؟ وشنو هي، شنو غادي نقدروا نقولوا من هادشي؟ من هادشي كنقدروا نستنتجوا جوج ديال الحوايج. كنقدروا نقولوا باللي اون فيت ثلاثه الحوايج، تنقولوا باللي هذاك عود بلا من الشيطان الرجيم، تنقولوا باللي لا اف 1 الا فاش تكون عندنا لي بارون دو راس بور، هادشي تيعني بلا لا اف 1 الي 100% هوموجين، وهادي هي لا فيريفيكاسيون ديال لا لوا دو مانديل. هادي هي لا بروميير لوا دو مانديل، بروميير لوا دو مانديل هي هادي، كتقول لك الا خرجت لك اف 1 100% هوموجين يعني راه لي بارون سون دو راس بور، ولا كانوا لي بارون سون دو راس بور يعني راه خاص تخرج لك لا اف 1 هوموجين. دونك حنايا في هاد لي زيكزارسيس تنتحقوا بلي راه لا اف 1 اي لي هوموجين. الحاجه الثانيه هو اننا لا اف 1 خرج لنا 100% هوموجين افيك افيك لو فينوتيب ديال ان دي دو بارون. يعني شنو تنقولوا؟ تنقولوا بلي لاليل
مثلا الغراند تير هو لو دومينو بارابور لالي البيتيتين اللي هو غيكون عندنا ريسيسيف صافي. دونك في هذه الحاله هذه شنو كنقدروا نستنتجوا؟ كنقدروا نستنتجوا كنقدروا نتاكدوا من لا بروميير لوا دو ماندل، كنقدروا نتاكدوا من لا دومينونس ولا ريسيسيفي ولا ريسيسيفيتي ديال لي زاليل ديالنا. وكاينه حاجه اخرى هي من الا خرجت لينا لا اف ام بحال هكا تكونوا متاكدين بلي راه نوجين نو سون با لي او سيكس. شعلتو كنكونوا متاكدين بلي راه نوجين نو سون با لي او سيكس صافي. دونك نقدروا نقولوا بلي le caractère étudié اللي هو هاد اللون ديال العينين اي غوفيرني يعني هو راه غوفيرني بحال قلتو محمول اي غوفيرني بار ان سول جين اوتوزومال يعني ان جين كي ني با لي او سيكس. حيت الا كان هذاك الشيء لي او سيكس غيخص هنا يخرج لنا ان اوتر رابور. هذا الشيء امتى تقولوه؟ حيت اصلا في الاول ديال ليكزيرسيس تيكونوا كتبوا لكم لقينا لا اف 100% اوموجين اي لو كروازمون ريسيبروك ا دوني لي ميم ريزولطا. هذا الشيء كيعني بالله واخا تقلب لي سيكس واخا مثلا هذه تكون هذه يكون مال وهذه فيميل تعطينا 100% اوموجين الا قلبتيهم غتبقى عندنا 100% اوموجين. يعني داك لو كاركتير اللي حنا تنقراو فيه لا علاقه له بالجنس. داكشي علاش تنقولوا لو كاركتير ايتودي اي غوفيرني بار ان سول جين اوتوزومال. هذه هي لا اف 1. دابا غادي نمشيو نشوفوا هاد لا اف 1 من مورها اشنو تيجي الا درنا ان اوتر كروازمون بوغ اوبتونير لا اف 2. عقلتوا معايا لا اف 1 شنو خرج لينا فيها؟ لا اف 1 دايرين بحال هكا عندهم grand r petit n ياك لا اف 1 تنقدروا ندوزوا لا اف 2 بجوج ديال الطرق. سوا تتكون تنرمزوا ليه بهاد لا فليش كنسميوها لوطو فيكونداسيون اولا كنسميوها لو كروازمون دي زيبريد يعني بحال لو كروازمون ديال الهجناء. حقاش هذا سي تان هيبريد حقاش هو مختلف راه الي ايتي راه الي ايتي غوزيغوت عنده هذا ماشي بحال هذا جانا من التخليطه ديال جوج ديال لي غاس خلطنا لقينا هاد لانديفيدو الا درنا لهاد لي زانديفيدو فيكونداسيون راه غادي نكونو اون طران دو فير ان كروازمون دي زيبريد وهذا الشيء تيعطي لنا لا اف 2 ياك كنسميوه لوطو فيكونداسيون اولا كروازمون دي زيبريد. اشنو تنديرو فهاد كروازمون دي زيبريد؟ تنديرو لي اف 1 في بعضياتهم اف 1 فوا اف 1 يعني هاد لي زانديفيدو ديال اف 1 غادي نزوجو مع انديفيدو اخر ديال لا اف 1 وغادي نشوفو لو كات تاني اللي هو يسميتو لو تيست كروس. لو تيست كروس بار ديفينيسيون شنو هو؟ هو واحد من الاف 1 فوا لو بارون ريسيسيف يعني لو بارون ديال لا اف 0 لو بارون ريسيسيف. فهاد لا سيتوياسيون ديالنا لو بارون ريسيسيف شكون هو؟ هو هذا هو ان ان صافي. يلا اجي نبداو بلو كروازمون الاول. الا جينا ودرنا اف 1 في بعضياتهم اف 1 الاول اف 1 اف 1 الاول شنو هو لي تيب دو غاميت اللي يقدر يعطينا؟ هذا الا بغى يدير لينا لا ميوز ويصوب لينا لا غاميت شنو هو لي تيب دو غاميت اللي يقدر يعطينا؟ غيقدر يعطينا وحده فيها اغ وغاميت فيها ان. هادو هما لي بوسيبيليتي اللي كاينين هما اللي غادي نكتبو هنايا. غادي نكتبو غاميت فيها اغ غاميت فيها بوتيت ان نفس الحاجه حقاش راه في كوندينا اف ام مع بعضياتهم غاميت فيها اغ وحده فيها بوتيت ان. يعني الا جينا بغينا نكتبو دابا لي جينوتيب غادي نلقاو اغ اغ غادي نلقاو اغ بوتيت ان غادي نلقاو اغ بوتيت ان وغادي نلقاو بوتيت ان بوتيت ان اوف لي كاركتير. هذا غيكون في لو فينوتيب هذا غيكون روج حقاش لو روج كي دومين هذا غيكون روج حيت هو اصلا كاين عنده غير لو روج هذا غيكون روج عاوتاني حقاش لو روج كي دومين وهذا غادي يكون نوار حيتاش ايلي اوموزيغوت يعني لو نوار هاد الحاله واخا ايلي ريسيسيف ايل فاس اكسبريمي. وشنو تلقاو لو رابور اللي عارفينو كاملين هو واحد جوج ثلاثة على التوتال هي ثلاثة على أربعة وواحد على أربعة. هاد واحد ثلاثة هاد ثلاثة على أربعة عندهم لو كاركتير دومينو وهاد واحد على أربعة عندهم لو كاركتير ريسيسيف. هادي هي لا اف 2
كيفاش كيفاش تلقاوها؟ يعني انطلقنا من اف 0 لي بارون سون دو راس بور، لقينا اف 1 100% هوموجين، زوجنا لي اف 1 مع بعضياتهم، لقينا هاد لو رابور. هو اللي خاصكم تحفظوه وتعقلوا عليه. اجي نشوفوا دابا في لو كا ديال لو تيست كروس. لو تيست كروس شنو قلنا؟ قلنا تنديروا واحد من لا اف 1، يعني هذاك لي لا اف 1 غادي يكون يعطينا دو تيب دو غاميت، وحده فيها غران تيغ وحده فيها بيتيت ان، و لو بارون ريسيسيف اشنو عنده؟ عنده غير ان، يعني غيعطينا ان سول تيب دو غاميت هي بيتيت ان. ياك هاد لانديفيدو غيكون غران تيغ بيتيت ان افيك فينوتيب غران تيغ، وهذا غيكون بيتيت ان سور بيتيت ان افيك فينوتيب بيتيت ان. يعني في لو كا ديال لو تيست كروس هاد ان هادي تنديروها مره واحده. علاش نديروها مره واحده؟ حقاش هادوك لي غاميت راه هما نفسهم، يعني عندنا ان سول تيب دو غاميت، علاش غادي نكتبوها جوج المرات الوغ كون فاس روتروفي افيك لو ميم ريزولطا؟ فاش يكون عندنا هذاك الشخص اللي درنا به لو كروازمون فاش يكون اوموزيغوت، يعني غيعطي لنا الفا برودوير ان سول تيب دو غاميت، تنكتبوها مره واحده بيان سور. وهاد لو رابور هذا شنو غيعطينا؟ 50% 50% اللي هي ان دومي ان دومي. صافي. دونك هادي هو لو بروميي كا فاش يكون عندنا ان كروازمون انتر لا اف 0 تعطي لنا لا اف 100% هوموجين. هذيك لا اف 100% هوموجين تنديروا ليها هاد لو كروازمون هذا لا اف 2 مع بعضياتهم، خاص يخرج لنا هاد الغابور هذا. دابا هاد الغابور هذا عنده واحد لي زيكسيبسيون. شنو هما هاد لي زيكسيبسيون؟ غادي نكتبوهم هنايا. هاد لو غابور دي فوا ما تيقدر ما يخرجش لينا هاد لو غابور. نديرو هاد لو رابور كخوا، يعني ما غيخرجش لينا واخا درنا لا اف 2 عاديه. غادي نشدو هذا نيت، هاد لو كروازمون نيت، وغادي نعاودوه هنايا. ار بوتيت ان، ار بوتيت ان نورمالمون خاصنا نلقاو هادشي، ولكن فواحد لا سيتوياسيون لي هنايا فاش لقينا هاد لو رابور كان عندنا واحد دومينو واحد ريسيسيف. دي فوا هادوك لي جين اللي حنا تنكونو تنقراو فيهم ما تيكونش انا لي دومينو، ما تيكونش انا لي ريسيسيف، تيكونوا جوج الحوايج. يا اما تتكون عندنا ما يسمى بلا كو دومينونس، يعني بجوجهم تي دوميني كو صافجير، بجوجهم غاديين لينا في نفس الحاجه لا كو دومينونس. لي كاركتر ديالنا تيبانو بجوج. باغ اكزومبل عندنا مشه كحله ومشه بيضه، كتخرج لينا مشا فيها دي طاش كحلين دي طاش بيضين. عندنا ورده بيضه عندنا ورده حمراء، تخرج لينا ورده فيها دي طاش حمرين فيها دي طاش بيضين. اولا تتكون عندنا ابسونس دو دومينونس، حتى واحد فيهم ما كيدوميني، وكيخرج لينا ان كاركتر جديد اللي هو يا هذاك لو كاركتر انترميديير. الا عندنا مشا كحله ومشا بيضه كتخرج لينا مشا كري، الا عندنا ورده بيضه وورده حمراء كتخرج لينا ورده غوز. دونك في هذه الحاله نورمالمون خاص تكون عندنا هنايا غران تير grand R، وهنايا grand R petit n، وهنايا petit n petit n، وهنايا grand R petit n. في الحالة اللي كيكون عندنا اللي كيكون عندنا اوموزيغوت، هذاك لانديفيدو تيكون اوموزيغوت، يعني اللي عنده الفوق عنده التحت، راه بيان سور هذاك لو كاركتر هو اللي غيبان، يعني هادو غيكونوا ان وهادو بيان سور غادي يكونوا ار. تيبقى المشكلة فين تيكون عندنا ايتيروزيغوت. فاش يكون عندنا ايتيروزيغوت تيخصنا نعرفوا شكون هو فيهم اللي غيبان. فهاد لا سيتوياسيون كان تيبان له دومينون، ولكن فواحد لا سيتوياسيون ما تتكونش عندنا لا دومينونس، تيخرج لينا كاركتر اخر ان نوفو كاركتر، وحتى هنايا كيخرج لينا ان نوفو كاركتر. الا كانت عندنا كيف ما قلت لكم يا كيخرج لنا ان نوفو كاركتر فهادو بجوج، يعني لو رابور شنو تيولي؟ هذا 1 سور 4 وهذا كيمثل لينا بارابور لهادشي 1 سور 4، وهادو تيبقاو جوج تيمثلوا لينا 2 سور 4، يعني هادو تيمثلوا لينا 1 سور 2، تيمثلوا لينا النص ديال داكشي اللي عندنا. يعني هاد لو رابور اللي كان 3 سور 4 1 سور 4 تيولي ان رابور موديفي اللي غيولي 1 سور جوج اللي هي 2 سور 4 بيان سور. في هذه الحاله هذه تيكون عندنا يا اما ابسونس دو دومينونس، ابسونس دو دومينونس يعني لا دومينونس ما كايناش، حتى شي واحد فيهم نو فا دوميني، وغيبان لينا لو كاركتر انترميديير لو كاركتر اللي كاين بيناتهم. اكزامبل روج
فوا بلون كيعطينا روز، وكاينه الحاله ديال لاكودومينونس. لاكودومينونس يعني خاصهم يبانوا بجوج. اكزامبل في الحاله ديال الفصيله ديال الدم، كاينه واحد الفصيله ديال الدم ا، الا درتي لك كروازمون مع مثلا فصيله ديال الدم بي غادي يخرج لينا ان انديفيد عنده ان كاركتير ا بي، يعني اللي هادو بجوج تيبانوا. هنايا ما تيبان حتى واحد، تيبان ان كاركتير جديد. هذا هو الفرق ما بين لابسونس دو دومينونس و لاكودومينونس. في جميع الاحوال فيهم بجوج تيكون عندنا لو رابور هو ان سور كات من هذاك من واحد لو فينوتيب، ان سور كات من لوتر فينوتيب، و لي دو تيير ان دومي باردون يعني لا موتي من هاد لي كاركتير جداد. هذه هي الحاله الاولى اللي تيكون فيها موديفيكاسيون ديال هاد لو رابور 3 سور 4 1 سور 4، تيولي عندنا 1 سور 4 1 سور 4 1 سور 2. كاينه واحد الحاله اخرى اللي كتوقع لينا فيها موديفيكاسيون ديال هاد لو رابور 3 سور 4 1 سور 4، هي فين تيكون عندنا لو جيل ليتال. غادي نعاودوا هاد لو كروازمون نيت هنايا، هو غادي نعاودوه ار ان ار ان. نورمالمون هذا راه الي ار ار، هذا الي ار ان، هذا ار ان، وهذا ان ان. نورمالمون خاصنا نلقاو ان ان سور 3 3 سور 4، هادشي اللي عارفين. ولكن حنايا كنتفاجئوا وتلقاو ان سور 3 2 سور 3، يعني واحد من هادو ما كاينش، واحد من هاد الربعه ما كاينش. داكشي علاش ولا عندنا الحساب غير على 3. هاد جوج على 3 هما هادو لي ايتيروزيغوت، هادو هما هاد جوج على 3، وهذاك واحد على 3 تيكون واحد في هادو، حيت واحد فيهم تيكون اجيل ليتال. دابا غادي تقولوا لي واش لو جيل ليتال تيكون غير هذا لو ريسيسيف ولا تيكون غير هذا لو دومينو. الا كان لو جيل ليتال الي اكومباني لو ريسيسيف فهمناها، حقاش لو ريسيسيف ميمكن ليه يبان وميمكن ليه يولي جيل ليتال، حتى كيكون اوموزيغوت، يعني حتى كيكون اللي الفوق هو اللي لتحت. ولكن تنقدروا نلقاو لو جيل، نقدروا نلقاو لا ليتاليتي هنايا. الا لقينا لا ليتاليتي هنايا غتقولوا لي ايوا الا كاينه لا ليتاليتي مع لو جيل اللي هو دومينو، علاش هذا ما ماتش وهذا ما ماتش؟ ايوا تو سامبلومون حقاش لا ليتاليتي تيكون لو جين راه دومينو، ولكن لا ليتاليتي يعني لو فيت كو هذاك لو جين اي لي ليتال اي لي ريسيسيف، يعني ما تتبان لينا غير في هذه الحاله. وسا ديبون دابا واش هي لي لهاد الاغ ولا لي لهاد الان. كانت لي الاغ راه واخا لو اغ دومينو، ولكن لا ليتاليتي اي لي ريسيسيف، يعني خاصها تتكون اوموزيغوت عاده باش تتبان وهذا تيموت. ولا كانت لا ليتاليتي لي الاو ان ولا لا ليتاليتي اي لي ريسيسيف، يعني تيموت لينا هذا. في جميع الاحوال هذه هي موديفيكاسيون ديال لو رابور 3 سور 4 1 سور 4. صافي دابا سالينا من الان كاركتير، بقات لينا حاجه واحده. قلنا في المونو ايبريديزم ان سول كاركتير لا اف 0 تنزوجوهم مع بعضياتهم، ماشي مع بعضياتهم، لا اف 0 100% دو راس بور تخرج لينا لا اف 1 100% اوموجين، تنقولوا راه سي تان جين اوتوزومال. ياك كاينه واحد الحاله الا خرجت لينا لا اف 1 ماشي اوموجين، فكتخرج لينا لا اف 1 ماشي اوموجين ما تنقولوش راه ليتال باردون، ما تنقولوش راه اوتوزومال، تنقولوا راه لي او 6. غادي نوريكم دابا جين لي او 6 اولا لي اليكس. زعما الاحوال غنلقاو لي ع اليكس، ما غاديش نقراو لي الي غريك. علاش؟ حيت لو لي الي غريك غريك عند من كاين؟ كاين عند الاولاد، يعني لو بابا غيعطيه لولدو، وهذاك ولدو غيعطيه غير لولدو، وهذاك ولد ولدو غيعطيه لولد ولدو، يعني لو كاركتير ديالنا راه باين كاينه عند لي مال، يعني علاش غادي ندرسوه؟ باغ كونطخ تندرسو لو اكس، حقاش لو اكس كاين عند المال وكاين عند الفاميل، وكنقدروا نشوف كيفاش تينتقل تتنتقل لينا هاد الصفه. فاش يكون لي اليكس باغ اكزومبل، تنديرو لا اف 0 اون فاميل عندها واحد لو فينوتيب بو امبورت فوا واحد لو مال عنده حتى هو واحد لو فينوتيب بو امبورت. دابا غادي نرسم لكم الفيميل غتكون اكس اكس، لو مال غيكون اكس ايغريك، يعني لو جين ديالنا غيكون هنا وهنا هنا هنا، ما عندوش المماثل ديالو. ياك اون فا سوبوزي في المرحله الاولى باللي هذاك لو لا مامو عندها لو جين دومينو، عندها غران تيم وهنايا غران تيم، و لو بابا عنده بوتي تيم، وغادي نشوفوا لو كروازمون اشنو غيعطينا. غنشوفوا لو كروازمون الا درناه لا اف 1 شنو غادي يخرج فيها.
لا ماما شنو غادي تعطينا ان سول تيب دو غاميت حقاش عندها ام ام يعني لا ماما اللي هي لا فيميل غتعطينا غير غران تيم لو بابا غيعطينا جوج غيعطينا غاميت فيها اكس و بوتي تيم وغيعطينا غاميت فيه ايغريك بوتي تيم وحده فيها ايغريك يعني هنا شنو غيخرج لينا غيخرج لينا يا اما بوتي تيم على غران تيم ولو كاركتر بيان سور هو لو دومينون غران تيم وهنا غيخرج لينا غران تيم على ايغريك يعني لو كاركتر راه غران تيم يعني او فينال اون سو ريتروف افيك لا اف 1 100% هوموجين تيسحاب لينا فاش كنشوفوا لا اف 1 100% هوموجين تيسحاب لينا راسنا حنا في هاد لا سيتوياسيون ديال انجين اوتوزومال الوغ كو نو فاش كتسمعوا لا اف 1 اللي 100% هوموجين ماشي هوموجين من ناحيه لو سيكس راه حتى هادو حتى هاد لا اف 1 فيها الذكور والاناث هوموجين ولا ماشي هوموجين على حسب لو كاركتير هذا خرجوا لينا اه بصح 50% بنات 50% ولاد ولكن راه عندهم لو ميم كاركتير يعني في ماذا ستفرق ان كانت انثى او ولد الوغ هما عندهم لو ميم كاركتير فهاد اللحظه هادي تيقولوا اجيك ما هذا اوتوزومال الوغ هو ماشي اوتوزومال داكشي علاش يقولوا لينا في ليكزيرسيس غادي نديروا لو كروازمون ريسيبروك شنو هو لو كروازمون ريسيبروك الكاركتير ديال المراه غنعطيوه للراجل الكاركتير ديال الراجل غنعطيوه للمراه داكشي علاش قبيله الا ركزتوا معايا فاش كنكون عندنا لو جين اوتوزومال شنو كنقول لكم شنو قلت لكم قبيله قلت لكم لا اف 1 فاش كتخرج لينا تيقول لينا اي اون ا اوبتينو لا اف 1 100% هوموجين اي لو كروازمون ريسيبروك ا دوني لي ميم ريزولطا يعني واخا هنايا غنقلبوا لي سيكس غنلقاو توجور لا اف 1 اي هوموجين يعني سي ان جين اوتوزومال الوغ كو فاش تيكون لي او سيكس خاصها تكون عندنا ماشي هوموجين هاد التزاوج هذا اللي درت فهاد الورقه هادي ماشي هو لو كروازمون كونكلويون كي فا نو دير راه مي جين سون لي او سيكس شنو هو لو كروازمون كونكلويون كي فا مو دير كو مي جين سون لي او سيكس هو فاش كتكون لا فام ال بورت لا ليل ريسيسيف حيت هنايا لا فام عندها لا عندها لو جين دومينون غادي تعطيه وهذاك اللي هذوك لي زانديفيدو اللي غيخرجوا ديما عندهم هذاك ديال لا فام هو دومينون يعني دائما غادي يبان فهمتوا دونك خاصنا نديرو لو كروازمون الثاني لا اف 0 توجور هاي لا فيميل لو كاركتير ديالها ماشي شغلنا فيه لو مال حتى هو يكون اللي بغى يكون سوف كو فهاد اللحظه هادي اكس اكس او اكس ايغريك لا فام خاصها تكون ريسيسيف و لو مال هو اللي غادي يكون دومينو ودابا فاش غادي نديرو لو كروازمون غادي يبان لينا الفرق هاد لا جينيراسيون غتخرج لنا هي لا اف 1 غادي تكون دايره بحال هكا لا فيميل عندها بيان سور غير بوتي تيم لو مال عنده يا غران تيم يا ايغريك غيخرجوا لينا هادو بوتي تيم غران تيم avec le caractère غران تيم بيان سور يعني لو فينوتيب غران تيم وهما يا دي فيميل حيت عندهم اكس اكس وغادي يخرجوا لينا هادو عندهم بوتي تيم اي ايغريك وغادي يخرجوا لينا بيان سور بوتي تيم حقاش غير بوتي تيم كي فوا سيكسبريمي ما كاينش لومولوج ديال هذا سور لو ايغريك غيخرج لينا لو فينوتيب بوتي تيم وبيان سور حقاش عندهم لو ايغريك غيخرجوا دي مال ايوا على سلامتنا خرجت لينا لا اف 1 ماشي 100% هوموجين خرج لنا فيها 50% غران تيم 50% بوتي تيم و الا لاحظتوا بالله لي مال عندهم لو كاركتير ديال لا فيميل ولي فيميل عندهم لو كاركتير ديال الاب ديالهم بحال قلتي تقلبوا لينا لي تقلبوا لينا لي فينوتيب هاد الحاله تنقولوا باللي 100% لا اف 1 ايل ني با 100% هوموجين يعني ما كايناش فيريفيكاسيون ديال لا بروميير لوا دو مانديل دونك مي جين سان لي او سيكس هادي هي فاش يكون عندنا لو جين لي او سيكس صافي مفهومه